ازيكم يا شباب؟ هنشرح في الفيديو ده البند والتويست. البند والتويست دول اتنين موديفاير. هو يعني ايه الاول موديفاير؟ موديفاير ده مثلا انا عندي في 3 دي ماكس زي ما خدنا المرة اللي فاتت ان عندي كذا ستاندرد شيب زي البوكسات مثلا والكلام ده. البوكس ده اخري وقت ما اعرف اغير فيه هو اللي انا اغير في اللينس والويت والهايت. غير كده انا معرفش اخلي شكل البوكس ده ليه شكل تاني، يعني معرفش اخليه تاني، معرفش اخليه يتلف، معرفش اخليه يعني يدي فورم تاني غير الفورم ده. بالموديفايرز هي اللي تقدر تديني اوبشنز انا ما كنتش اعرف اعملها في البارامترز بتاعت الاوبجكت ده. الموديفايرز دي هنا عاملة زي بلوجنز مثلا في السكتش اب والحاجات دي، يعني مثلا هي اوبشنز بزودها على الجسم بتاعي بتخلق له خصائص جديده. تمام. ايه بند؟ يعني ايه بند؟ بند ده اللي انا اعرف اتني حاجه. طب هو الاوبجكت ده انا اعرف اتني؟ يعني البوكس ده ينفع اتني؟ لا، هو عنده لينس وويتس وهايت، مفيش اوبشن تانية هنا مكتوب عليها بند عشان اعرف اتني. طب افرض انا عاوز اتني، الحل ايه؟ ان انا اديله حاجه اسمها موديفاير. طب بجيب الموديفاير منين؟ دي الحته بتاعت كرييت زي ما اتعلمنا. تمام. وهنا هي الحته بتاعت موديفاي. موديفاير في هنا كان موديفاير ليست ما استخدمناهاش قبل كده، دلوقتي هنيجي نستخدمها. لو دوست على موديفاير ليست هلاقي كل دي موديفايرز معايا، وزي ما قلنا قبل كده ان الماكس مش للمعماري بس ولا بتاع الانتيريور ولا بتاع الاكستيريور بس، هو لناس كتير قوي بتاع انيميشن بتاع كذا حد. تمام. خلينا نبتدي. اول حاجه هختار في الموديفاير ليست واقف كده هنا واقول له بند بي ان دي مثلا، بي ان بي اي ان دي، واختار. نزل لي الموديفاير على الشكل. حصل حاجه جديده؟ لا، عشان لسه ما ابتدتش. بقى عندي بند وعندي البوكس، اعرف ارجع للبوكس واغير في اللينس والويتس والهايت. ده معناها ان انا لما مديت الموديفاير الخصائص بتاعت البوكس ما اختفتش. طب تمام، انا عندي في البند كذا حاجه من ضمنهم الانجل والدايركشن. الانجل دي لما انا اغيرها المفروض ان الاوبجكت بيلف او بيبند معايا زي بلويه كده. حلو. الانجل دي لو قلت لها 360 هيلف 360 درجه، لو قلت لها 180 المفروض يلف 180 درجه. بس انا شايف ان البوكس بتاعي نايم وعندي شكل تاني. طب هو ايه الصح؟ لا، هو الصح ان انت كده ما عملتش حاجه، البوكس نايم. طب مين ده؟ ده راجل طيب اسمه جزمو. هو جزمو ده هو زي جايد بتاعك اللي بيقول لك لا في حاجه غلط، المفروض كان الاوبجكت ياخد الشكل ده. طب العيب منين؟ انا هقول لكم العيب منين. العيب دلوقتي ان انا البوكس، لو انا مثلا رجعت كده البوكس هنا المفروض احنا عرفنا اللينس والويتس والهايت، اما في حاجه اسمها لينس سيجمنت وويتس سيجمنت وهايت سيجمنت. ايه السيجمنتس دي؟ السيجمنتس دي هي مسؤولة عن السموثنج بتاع الشكل، او ان هو يعرف ياخد شكل كيرف ولا. السيجمنت هنا بواحد، وده المينيمم في البوكس ان هو السيجمنت بتاعه بواحد. انا دلوقتي اقدر بكل بساطة عشان اظبط الشكل بتاع البند ده اللي انا ابتدي اعلي في السيجمنتس. اديني انا دلوقتي بعلي في السيجمنتس، عملت اي فرق؟ لا. طب اعلي في سيجمنتس الويتس، عملت اي فرق؟ لا. طب حلو، ممكن ناس يقولوا لي طب سيبها كده، ممكن ناس يقولوا لي لا طب نجرب في الهايت. تعالى كده نغير في الهايت. في حاجه هنا ابتدت تتغير، ابتدى ياخد البند بتاعه. طب تمام، في ناس هيقولوا لي طب ايه لازمتها اللي انت تقلل دول تاني؟ اقول لك انا ايه لازمتها. لو دوست رقم 7 هتلاقي بوليجنز هنا رقمها 10000 بوليجن.
ايه هي البوليجونز، او ايه اللي بيحصل لما البوليجونز تبقى كتير؟ انت ممكن الفايل يوصل معاك ل 2 3 مليون بوليجون، فتلاقيه قفل بكل بساطة، يقول لك فايل الماكس تقيل، فايل الماكس هيقفل منك. ده تعرفه امتى؟ لما تلاقي عدد بوليجونز كتير. فهي نصيحة اللي انت ازاي تشتغل وما تكترش عدد البوليجونز، او تكترها في الحالة اللي انت محتاجها. انت محتاج قوي بوليجونز في الحتة دي عشان ياخد السموسنج ده. مثلا لو هنا ما كانش فيه بوليجونز، ما كانش فيه سيجمنتس، السيجمنتس هي بتعمل بوليجون. لو ما كانش فيه سيجمنتس هنا كان الشكل هيبقى كده. طب انا عاوز اخليه كيرفي، يبقى بكتر في السيجمنتس، يبقى انا محتاج السيجمنتس. بس السيجمنتس اللي فوق هنا في اللينس والويتس ما كنتش محتاجها، فارجع تاني اخليها اقل قيمه ليها اللي هي 1. لو جيت على السهم ودوست رايت كليك هيرجع لي اقل قيمه ليها. طب تمام، انا دلوقتي خليت مثلا السيجمنتس بتاعت الهايت 22، وده مش رقم ستاندرد اكيد. لو قعدت عليها كده ليها لازمه؟ لا هي ملهاش. هو الشكل سموسي من عند شكل كمان 16 وحاجات كده. طب لو قربت كده، لو قربت كده ونزلت شويه الشكل في السيجمنتس هلاقيه لا متكسر، فكده حق الحاله اللي انا ارجعها تاني. طب لو خليته زي ما هو 9 والكاميرا واقفه بعيد، عشان في الاول في الاخر انا بتعامل مع كاميرا هي اللي بتاخد لي المشهد. بصوا كده باين اللي هو سموث، فخلاص اسيبه على 9 زي ما هو، ما كترش عدد البوليجونز على الفاضي. طب تمام، نرجع تاني للبند. انا دلوقتي عرفت ايه اللي كان المشكله اللي كانت موجوده. المشكله اللي كانت موجوده اللي هو كان محتاج سيجمنتس. طب تمام، لو قلت له بند 90، لو قلت له بند 180، لو قلت له اي بند او انا اتحركت بايدي هيبند عادي. طب لو قلت له بند 90 وقلت له لا انا عاوزك تبص هناك في الدايركشن اللي هناك، ابتدي اغير في الدايركشن ده بالشكل ده او كده، اقعد اخليه يبص في الناحيه اللي انا عاوزها. طب حلو قوي. طب هو انا بالشكل ده اعرف اعمل ايه؟ لا تعرف تعمل كذا حاجه من ضمن الحاجات دي. طب هوصل ازاي لحاجة زي كده؟ هوصل ازاي ان انا دي كانت كلها كده سلندر واحدة واقفة؟ طب ايه الانجل اللي لو مايلتها يعرف يجيب الحتة دي؟ لا ولا انجل، مفيش اي انجل لو مايلتها تعرف تجيب الحتة دي. هنا ده شكل معمول بطريقة معينة اللي هو مخلي ان الشكل واقف، وبعد كده جه عمل بند في الحتة دي بس وكمل عادي. يعني ايه؟ هنيجي دلوقتي نشوف الفكرة كلها. انا مثلا هاخد الشكل ده اخد منه كوبي، انا دلوقتي دي البند دي معمولة كام؟ 90 درجة. لو انا قلت له بند 90 بقت شبهها؟ لا. ليه؟ عشان الاوبجكت ده كله معمول له بند، اما الاوبجكت ده الحته دي بس هي اللي معموله بند، والحته دي بس هي اللي معموله بند، ودي ودي ودي، اما من هنا وهنا دي ستريت عادي. حلو. طب انا هاجي همسح دي واخد دي كوبي واقول له طب اعملها ازاي؟ في حاجه اسمها عندي ليميت افكت. يعني ايه ليميت افكت؟ اهي. طب ازاي انا بتعامل مع الليمت افكت؟ ازاي اقول له بند الحته دي بس؟ تمام، الشكل بيبقى عندي في الاول واقف عادي كده، عاوز اقول له ما تبندش كل الشكل، لا بند لي حته فيه. اعملها ازاي؟ اول حاجه هاجي افتح كده من البند، هلاقي علامه بلس جنبه، هدوس عليها واطلع على السنتر، واروح مطلع. انا كل ده بتحرك بالسنتر، امسك السنتر نفسه، محدش اتحرك من النص هنا، احنا بنتحرك من على سهم. امسك السنتر واطلعه كده بس كده. لو قلت له كل اللي تحت ده مش عاوز يعمل بند، طب ازاي اقول له عاوز اعمل ليميت في الحته دي؟ افتح ليميت افكت وابتدي اطلع الابر ليميت. لو تلاحظوا في خط تاني ابتدى يطلع لي، ده معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له من اول الخط الاصفر ده لحد الخط الاصفر ده الحته دي بس هي اللي تعملها بند. طب ماشي، عاوزين نعرفها اكتر. الخط الاصفر اول خط ده هو السنتر، تاني خط ده هو الابر ليميت، والمسافه دي هي المسافه اللي ما بين الخطين. لو قلت له 20 هيكبرها لي،
طب تمام، تيجي نجرب. هخليها زي نفس البند بتاع الانجل دي 90. طب هي محتاجه هنا ايه؟ محتاجه هنا سيجمنتس. ارجع تاني للسيجمنتس وظبط اهو، ده الفرق، بقت شكلها عامله زي دي. طب هو الحوار ده ينفع يتحط على سلندر؟ اه ينفع يتحط على سلندر عادي. سلندر اهي، حطيت عليها الموضوع، ينفع يتحط على اي شكل عادي. بن وافتح واقول له سنتر، واجي اقول له امسك السنتر واجي اطلعه فوق واقول له ليميت افكت واطلع الليميت، واجي اقول له بن 90. طب سؤال، هو انا دلوقتي لو عاوز اعمل بند تانية هنا، عاوز اعمل شكل كده زي بعضه، في حلين. اول حل ان انت ممكن تمسك هنا وتخلي الانجل 90، تشغل السناب وتقول له 90 كده، ساعتها عملت الشكلين. وتاني حل ان انت عاوز تدي تعمل تاني ليميت افكت. يعني ايه اعمل تاني ليميت افكت؟ ناس كتير كانوا في الاول لما اجي اسالهم السؤال ده اقول لهم عاوز اعمل ليميت تاني هنا عشان انزله كده، يقولوا لي ايه؟ يقول لي امسك السنتر اللي هنا ده وحركه هناك. ايوه، ما انت هو خلاص ده سنتر بتاع الحته دي، هتعمل ايه تاني؟ الحل اللي انت تقف على اخر اوردر من دي اللي هو بند، وتنزل عليه بند تاني، هينزل لك بند تانية تطلع بالسنتر بتاعها وتروح في الحته اللي هناك، ماشي، وهتفتح الليمت افكت زي ما اشتغلنا وتطلعها. انا عاوز اخلي الليمت من هنا لهنا، ليه هو عملهولي كده؟ طالما هو عملهولي كده ابتدي غير في الواي مثلا، لا كده الشكل غريب. طب غير في الاكس، اه ابتدى هو عملها لي كده. ممكن تاخد نفس القيمة اللي في الابر ليمت هنا وتحطها هناك، حلو. طب هو الشكل كده بقى قصير، ممكن ارجع تاني على سلندر واكبر في الهايت، واجي هنا اقول له ايه 90، عمل لك عادي الشكل خالص. بس ما تكترش من البندات في الشكل عشان ساعات بيطلع مشاكل كده. احنا عرفنا البند والموضوع سهل، هو خد بس وقت شوية عشان هي اول مرة اخش في موديفاير، بس الموضوع هيجري اكتر في التويست. يعني ايه تويست؟ اكنك ماسك فوطة من اولها لاخرها وبتلفها لحد ما عملت شكل كده زي حلزوني كده، تمام، شكلي عامل زي كده. طب انا هعملها ازاي؟ هي بوكس برضو عادي، السيجمنتس دي لازمة؟ لا، اقللها لحد ما اشوف انا محتاج اني سيجمنتس، واقف عادي واجي على الموديفاير ليست واقول له تويست، واجي على الانجل وابتدي اغير فيها كده. لو تلاحظوا ابتدى يلف، بس الجزمه تاني طلع لي، ده معناه ايه؟ ان في غلط. اجي على طول على السيجمنتس واغير مثلا واشوف اني سيجمنتس اللي هتساعدني. هي دي السيجمنتس اللي ساعدتني، هي دي السيجمنتس، تمام. اقدر اعمل ارجع تاني التويست واعمل تويست، ماشي، واغير هنا براحتي. وكمان اقدر اعمل اللي انا اقول له لا ما تعملش تويست للجسم كله، اعمله لي في الحته دي بس. فبس هعملها ازاي؟ هاجي على البلس ادوس عليها، ادوس على السنتر اطلعه فوق واقول له ليميت افكت واطلع الحته دي كلها. شايفين اهو الخط اهو عمال يطلع معايا، وبساعتها اقدر اقول له تويست. عمل تويست عادي خالص، بس والشكل كده خلص. يبقى احنا كده شرحنا في الفيديو ده البنت تويست، وان شاء الله بقيه الموديفايرز هنشرحها في فيديوز الجايه.